اما هلا فرح رح اروح لعالم الاكسسوار. قرب العيد وبلشت هيك الصبايا تختار اشياء تناسب تياب العيد اذا جابوهم، يعني اذا قدروا اليوم يجيبوا شيء جديد. فاكيد الصبايا بتروح فورا لموضوع الاكسسوار وموضوع جزادين الخراز، كثير منتشره هالايام. بتشوفي الصبايا كثير عم يلبقوا الطوق الخراز اللولو على يمكن بتحسي رشا هي الموضه اللي ما بتبطل ابدا. اكيد وعلى طول فيها تحديثات جديده. رح نحكي اكثر عن عالم الهاند ميد مع الحرفيه اتحاد المصري الحمصي. قد ما قالت لي الحمصي قلت لك المصري اتحاد الحمصي بدي رحب فيكي. اهلا وسهلا بحضرتك. شكرا لاستضافتكم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكي اتحاد. وبدي اقول بالبدايه شكرا لكل الستات اللي عم يرافقونا بصباحاتنا، عم يشتغلوا هاند ميد بطريقه كثير حلوه، ممكن اوقات يكون مصدر دخل لهم ويعملوا مشروعنا الخاص. قبل ما نفوت بالتفاصيل هي القطع المميزه اللي شايفينها على الطاوله، خبرينا عن هذا المشروع الحلو اتحاد، امتى بلشتي فيه ومين اعطاك هي الفكره؟ هلا بصراحه انا بلشت فيه اول الازمه، يعني لقيت انه ما في عنا حل، ما في شيء نساوي، فاخذته بشكل هوايه. بلشت هوايه وشوي شوي حسيت حالي لحالي. كيف تعلمتي؟ والله هي رفيقتي اللي علمتني اياها بصراحه. انا كنت اشتغل بالشغلات بس مو مثل هلا يعني. بلشت فيه لانه حسيت انه اول شيء عم اعبي وقتي، ثاني شيء انه في شيء اعمله ممكن اخدم حالي فيه او اخدم اللي حوالي. شوي شوي حسيت حالي انه ممكن تاخذي افكار من اليوتيوب، من مواقع التواصل. ولا مره والله حاولت اني اخذ افكار. هلا هي شغله ما انا غلط او اكيد ما بناخذ فكره او طريقه صح وبتزبط معنا وبنكمل فيها. اكيد لا لا والله هيك من خيالي، يعني شو بيطلع معي بشتغل بساوي بحس انه صار له. طيب اتحاد جايبي شيء نشتغله على الهواء؟ جزدان. خلينا هيك نحن عم ندردش نحن وانت، تمسكي الابره تبعك ونحكي اليوم. ما بدك تعلمينا اتحاد. بالخيط على فكره تكرم عيني. خلينا ننزع لك كم واحد الا ما نتعلم. هاي الخيوط نايلون ومتينه ما هي؟ نايلون متينه. انا بحاول اني اخذ الخيط السميك بشكل انه ما يقطع. طيب اتحاد شاركتي بمعرض الزهور بحديقه تشرين، كيف كانت الناس؟ كيف تقبلت هدول المنتجات؟ وهل كانت مثمرة لإلك تسويقياً؟ إيه أكيد أكيد. هلا أنا مو مجرد إني أنا حرفية، أنا على طول بشارك ببازارات، كمان إلي كم سنة بشارك ببازارات بإشغالي نفسها. وتطورت شوي شوي صرت كحرفية، كمان نفس الشيء عم كمل فيهم يعني. هلا شايفة قطع مختلفة من هذا الجزدان الصغير؟ صراحة أنا هذا بلشت عملته كذا قطعة وقت عيد الأم. قديه بياخد وقت؟ والله شيء أربعة أيام. أربعة أيام؟ أربعة أيام وقت؟ أي مو أكثر. يعني باكيت هدول البيوت للدخان طبعا منوع على أكثر من شغلة. تفضلي. هي بتاخذ معي نهار واحد. أي كمان كثير مهضوم والألوان فيه، يعني ألوان للصبايا كثير حلوة. تماما تماما. شوف هاد اتحاد وخليكي هيك عم تشتغلي. خليني بس املك هاي الساعه تقربي لي اياها بعد اذنك مشان الكاميرا تاخذ ايدك صح. اه شفتي فرح لبقت. انا ما بقدر انطر لتخرج الحلقه. ثابت حبيبه قلبي. هلا هدول عملتهم للموبايل حصريا. عملت هدول الجزدين ممكن تقعد هويه جزدان. الوانهم كثير حلوه الوانهم. يعني انا عم حاول اخذ الخراز اللي ما بيروح قوام يعني. هلا مثل هدول عندك هذا ممكن تقول لك الصبيه مثلا الصب. بدي مثل هذا الجزدان بس غير لون بتقدري انت على ذوقها. طبعا طبعا حتى الخرز بتحسيه ثقيل يعني بالملمس ثقيل. هلا هدول اللي بايدي يمكن مثل ما قلتي ممكن الصبيه او اكيد الشباب حسب الالوان يستخدمون. هلا ما نعمل نروج اليوم لقصه الدخان ولكن أكيد. هي اكسسوارز يعني وموديلات يعني حبينا نستعرضهم من شغلك بس فكره مهضومه يعني احنا طالما الشعب كله عم بيعاني اليوم من سرقه الادخان. تمام. فاليوم الطريقه الادخان انت ضامنتيها موجوده. تمام. موجوده بالعلبه. اتحاد في نوعيه معينه للخرز ولا هي انا باخذ اللولو اللي ما بيقشر. هلا مثل هذا اللولو ما بيقشر لونه. هي خبريه منيحه لانه بنعرف انه اللولو بيقشر اللي بايد مدام رشا ممكن مع الزمن لانه هدول صباغ. ممكن تنصحي الزبونه انه هذا بيقشر هذا ما بيقشر؟ طبعا في اختلاف بالسعر بالضبط. بيكون بالضبط. خلينا نشوف اتحاد صليحه يعني
هلا هاد تقريبا قربت خلصه. لا ما اخذته بس انه مميز يعني. حبيتي اللون؟ هي الالوان الحلوه يا رشا اليوم بتفرح القلب، بتشوفي انه هي الوان عيد، الوان للصبايا. ليه الصبايا دائما بتروح على هذا اللون؟ لا في الاحمر كمان رشا كثير بحبوا الصبايا، البنفسجي على البيبي بينك كمان كثير مطلوب. انا عم بعمل لك دعايه ترويجيه هالالوان. بس هاد يعني بتحسي اقرب صح؟ شوفي كمان رشا مثلا عندنا اللون الموف، بتحسي ما بيبطل هذا اللون. بس بدك تتقيدي يعني، يمكن هاد للجنزات فيكي تاخدي جنزات تمام. شي الوان بحريه فاتح هذا اللون، انه بدك تتقيدي بلون الثياب اللي لابسه هلا اليوم كمان رشا. خلينا نقول مع هي الموضه صار كمان خلط الالوان حلو، صار خلط الالوان حلوه خاصه بالصيف. صحيح، فرح عم نشوف الوان جريئه ان كان بالواجهات الثياب ان كان بالاكسسوار وحتى بالجزدين. اتحاد هلا هي القصه اللي عم تشتغليها اكيد يعني اخذت وقت منك لتعلمتيها، اليوم هيك اذا حبينا نحن نتعلمها مثلا كثير سهله على فكره يعني، بس تبلشي بالمبدا كثير سهله يعني ما في صعوبة. والغلطة فينا نرجع؟ طبعا. هلا انت بس تاخذي بتعرف بس اي غلطة بتصير معك فورا بتقفريها، فورا بتشوفيها يعني. وكري بترجع. حتى انا وقت اللي ببيعهم اي ليش انا وقت ببيعهم بقول لهم انه اذا فلتت حبة جيبوها انا قاعد بصلح يعني ما عندي. في كفالة لليوم لا كفالة كرم عيني. عم شوف أرجيلة. والله بدايتي كانت بالأرجيلة. حلو. بس ما فيها خرز. هون شو التطريز اللي عملتيه؟ خيطان تلزيق. يعني خلينا نقول غير الخرز كمان في شغل بالخيطان وبالوان مختلفه يعني، مو بس يمكن الذهبي يعني والاسود. حتى هدول الموديلات انا بعمل مثلا جتني بدي شغل ارجيله فممكن اكتب اسماء. شو بتكتبي اتحاد اليوم؟ اي اسماء بالخيوط شو بالخيط؟ لا بالخرز مثل استراسات. اي تماما. وثابتة او تلزيق دائما؟ لا تلزيق. لا بحب القطبه نحن اللي بتثبت القصه يعني الخرزه اللوليه. اي تلزيق بس ما بيقبع وجربوها. حتى الجزدان هداك لونه حلو كمان انه بروح يعني على كثير الوان. لا انا كان عندي بازار بالشيراتون، بازار الوان سوريه اكيد تسمعي فيه، نابي ابنطالي وحديقه تشرين بنفس الوقت. ف قد بتشوفي اتحاد انه حتى البازارات هي ترويج كثير صح وكثير فعال لكثير من المنتجات؟ وكمان في فكره ثانيه انه نحن ممكن نتعرف على صناعات اخرى، ممكن تعطيكي افكار، ممكن يصير في تبادل بينك وبين السيدات اللي صاروا اليوم كثير عم يهتموا بقصه الهاند ميد. بالضبط، عن جد يعني كثير صار في شغلات عني. هلا اول شغله لتحس المراه انه هي قادره تعمل شيء منتجه طبعا. بالضبط، يعني بتحسي انه ما عاد في فرق بينها وبين الرجل، وخاصه بهذا الوقت والمراه عم تشتغل. تمام، في تقدير اتحاد للهاند ميد، في تقدير عم بتشوفي للهاند ميد. تماما تماما، يعني حتى بتحسي انه هلا العالم تركض على شيء هاند ميد. هو بتحسي يا رشا القطعه الهاند ميد ممكن قليل تلاقي قطعه بتشبهها بجودتها بلونها تلفت النظر تماما، حتى هي قد ايه حامله جهد ووقت وخيال من الشخص اللي عم يشتغلها، هذا شيء كثير رح تحترموا عليه. صدقت عندي هوايه، انا عندي فضول، انا صار هيك حابه اني اجرب قطعه عن جد على فكره. لا انا بجرب قطعه بالبيت هيك انزع على مهلي، ما حلو انزعلك شغلك على الهواء. ما بتنزعلك عيونك لو نزعت بتصلحها. تسلمي لي. خلينا نحكي شوي عن المواد الاوليه المستخدمه دائما يعني والتكلفة، يعني شفتي الأسعار اليوم وشفتي المواد الأولية بيقولوا لك كتير غالية، ولهيك اليوم عم نبيعها بسعر شوي عالي للمستهلك. اليوم أنت شو بتستخدمي أكتر شيء؟ الخرز أكتر شيء، خرز اللولو والخيطان والتلزيق. يمكن هذا على الوزن، ما على الوزن اللولو؟ على الوزن. إيه عم تسألك مشان هلا تطلع من الاستوديو تنزل تجيب المواد وتجرب. أنا بعرف أنا كثير حبيت الفكرة. خلينا نحكي اليوم قديش بتحاولي يمكن اتحاد ما توقفي عند الخرز أو الجزدين، أو مع إنه هي مثل ما قلنا كثير رائجة وكثير الناس عم تطلبها، شو بتفكري لقدام؟ معلش عم بعمل اكسسوارات كمان. اكسسوارات ليه ما جبتي لنا معك اكسسوارات؟ جايبة بس نسيتهم. يشرب ماي كمان. انتبهي رشا قد ايه الالوان، هي الوان صيف، الوان بتفرح القلب. هابي حلوين. هابي بدك كل العالم يكونوا هابي. كلنا هابي، كلنا هابي. ان شاء الله هيك على طول. حلوه. بتكتبي اسماء وهيك قصص عليهم؟ تطبيق انت بالطبيعه. هدول احرف جاهزين. اي شو عم تشتغلي كمان بموضوع الاكسسوار يعني؟ اساور اكثر شيء، اساور.
هلا بنحاول هيك نستعرض شوي وانت عم تشتغلي لنشوف اليوم بتخلص معك هي بدها وقت كثير بدها 4 ساعات يعني للمسا بتخلصها والله لانه بديانه فيها هي بدايه ايضا نبلش فيها وهي الايد لها كمان يعني ها حانهيها يعني يعني الجزء الاكبر هو مشغول تماما خلينا نحكي عن السيده اللي علمتك وشجعتك لحتى تبدي اتحاد قديش بتشوفي انه اليوم انت كمان بحابه انه يمكن تعلمي ان كان صبيه ان كان حدا قريب منك لانه يحس بهي المتعه يلي انت عم بتحسي فيها يعني عن جد هلا انا صديقتي اسمها جمانة لها الفضل انه علمتني الشغل علمتني الطريقه وشوي شوي خربطت اول فتره ثاني مره بعدين كان في صبر لحتى نتعلم تماما هو على فكره لو ما في صبر وهيك هدوء مستحيل تطلعي فيه هلا جمالك الاكسسوارات انت كنت شوي نسيانتيهم بالليش انتي نفس المبدا عم نشوف انه هذا خراب ايه تماما يعني هذا اللي ماشي هالايام مع الصبايا حلوين الصبايا عم بيروحوا لهي القصص كثير خاصه بالصيف كمان يعني ايه تماما عم نشوف عم يلبسوا انه دور كامل كذا وحده كذا وحده أيه. وعم يختاروا كذا لون هدول شو بكشر الشعرات مطاطات شعر كمان ظريفه الفكره اليوم هذا الشغل الحلو له تاثير على الصحه كمان يعني أكيد. هاي التتخايب الرقبه والمده الزمنيه الطويله بتعمل مشاكل صحيه بالفقرات مزبوط. اليوم انت عم تنسي حالك واحد بنسى حاله بهي القصه خاصه اذا مستمتع رشا واخذ وقت كثير ممكن ما بيحس هلا انا بقطع الكهرباء ما بقدر وقف كيف عم تصير شغل عندي مثل النظارات اخر شيء بنزلها على على البطاريه يعني وبقعد بشتغل طيب بس خلصي ما بتحس اني صار عندك الام برقبتك صار عندك تقل بالفقرات اكيد ما طيب مو مفروضك شوي نكون اكثر ليونه ننتبه شوي لموضوع ليش ايش عم ضوي على الشغلات السلبيه رجع خلينا بجمالك لانه هي فيما بعد لانه تشعر كل الاحوال حاطه هيك وقاعده عم تشتغلي اجبال كمان حتى اذا بدنا نقول بالنظر بس خلينا لناخذ الناحيه الجماليه خلينا نستمتع شوي بجماليه هي القطع خبرينا اكثر الاعمار يلي بتتجه لهي القطع ان كان جزادين او اكسسوارات الصبايا بصراحه الصبايا بالنسبه للارجيل عامله كميات كثيره طبعا الحمد لله كله راح ممكن تكون هدايا كمان مميزه بمناسبات أنا عم بعمل معينه هدول هدايا للبكالوريات حلو جاي ان شاء الله هيك تكون نسبه النجاح كثير كبيره جزادين كثار جزادين كثار ان شاء الله الله كريم هلا اعطتنا فكره اليوم للكادويات يعني اتحاد خلينا نرفع شوي القطعه كرمال الكاميرا تاخذها شلون وين وصلتي فيها باواخرها تقريبا يعني اخرتها مثل ما عم تخبركم اتحاد اليوم هيك اذا اي صبيه حابه تبلش هذا المشروع او مدام او ست حابه اليوم اقتصاديا يعني يوم عم نروح لهذا الشغل كرمال الوضع الاقتصادي نصائح اتحاد نصائح لا ونصائح جماليه للقطعه كيف ممكن تضيف عليها هلا هو اهم شيء انه تكون القطعه دقيقه يعني مثلا عندك خراز من اثناء شغلك له تحسي انه ما حيطلع شيء حلو بقلب القطعه فانا بعده بنقي الشغلات اللي بتكون اجمل لساوي كانها بتحب الساده اتحاد تاخذ يعني القطعه ساده وما كثير بتحب العجقه في اللون بالضبط بس اتحاد اذا بدنا نقول اليوم عن متانه ونوعيه المواد المستخدمه قد هي بتساهم ان كان باستمراريتك وانتشارك بشكل اكبر لانه احنا يمكن نعرف من حالنا لما بنشتري قطعه وهي الى عمر مثل ما بنقول او مو من اول لبسه او اول تماماً استخدام تماماً فنحن بنكون كثير مبسوطين ممكن نكرر التجربه مع البائع نفسه فقد ايه هذا الشيء لمستيه بشغلك والله كثير اول شيء احيانا صعوبه انك تلاقي النوعيه اللولو اللي انت بدك اياه فالاسعار كل ما عم تطلع كل ما عم تطلع بس الحمد لله مدبر حالنا شوي شوي المهم ما انت قاعدين طبعا اكيد اتحاد بدي اتشكر حضورك اليوم وهالقطع الحلوين وبدنا هيك نتمنى لك التوفيق ان كان بمعرض الزهور او بكل البازارات لك ولكل سيدي اليوم حبيت تبلش مشروعها وتواكب الوضع الاقتصادي استضافتكم كثير مبسوطه شكرا لك اتحاد يعطيكي الف عافيه من عادي اكيد ان شاء الله نورتي صباحنا يا هلا شكرا لك